هنا من على جبال الضفة بدأ مؤخرا موسم قطف الزيتون لهذا العام، والذي يتجدد خلاله ارتباط المواطنين بأراضيهم. زيتون فلسطين يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، وتشير التقديرات إلى أن أشجار الزيتون تمثل نحو 57% من مجموع المساحات المزروعة. موسم قطف الزيتون هو العرس الفلسطيني. بنحب الأرض وبنحب الشجر. أنا بحب أرضي وبخدم أرضي. المزارع كرم زهور وعائلته من قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله من العائلات الفلسطينية التي تعكف على حراسة الأرض والحفاظ على زيتونها الذي يمثل جذورها عبر التاريخ. أول شتوى بننتظرها ضرورية عنا توصل الزيتون بتكيم الغبرة وبصير مريح قطف الزيتون. استوى الزيتون، من حد ما استوى بننزل على الزيتون. العائلة كاملة من أصغر فرد لأكبر فرد بننزل، وعنا انتماء قوي، وعنا بالعادة اللي بخلص قبل صاحبه قبل جاره بساعده، بنتكل معه بساعده. لهذا الموسم طقوس خاصة تتمثل بارتداء الفلكلور الذي يرمز إلى البساطة، كبساطة فكرة حب الفلسطيني لأرضه وإرث أجداده. بشجع أولادي وكناين أولاد أولادي، بأكل هذا الزيتون وهذا خير وهذا رزق، وبنحب نيجي على رزقنا وعلى أرضنا ونعمر ونجد وندرس. يا حبيبتي ونفلح، وبشجع أولادي يعني بكلهم لازم أنتوا تروحوا على رزقتهم وتروحوا على شجرتهم. قرية أبو فلاح كما الكثير من قرانا الفلسطينية لم تسلم من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الذين يسعون ضمن خطط ممنهجة لمصادرة أراضي المواطنين من أجل غول الاستيطان. نتعرض للاعتداءات في موسم الزيتون من المستوطنين اللي يطرمس عيا أبو فلاح المغير كفر مالك. المستوطنين استولوا على أرض إن أرض بكلها الكبون بجب تعمير. إحنا نظل نخدم في أرضنا، نخدم في أرضنا وكاين في أرضنا. أهمية تاريخية ورمزية للزيتون في فلسطين، إلا أن موسم قطافه يشهد ازدياد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأرض وخيراتها. طقوس ريفية يشهدها موسم قطف الزيتون كل عام، احتفاء بزيتون يؤكد وحدانية الأرض الفلسطينية ووفاء لمن ضحوا لأجلها. زاهدة بدر، تلفزيون فلسطين، رام الله.